طالما أتيت على ذكر فريق العمل الذي يساندك ويساعدك وأنتم تشكلون يعني فريق واحد، موضوع فهم اللاعبين بالذات في مثل هذه المراحل السنية، فهم اللاعبين، فهم نفسياتهم، حالاتهم الاجتماعية، الضغوطات اللي عليهم، ممارساتهم وسلوكياتهم أيضا. في واحدة من اللقاءات معك قلت تصريح خليني بشوفه وارجع أناقشك فيه. التدخين مشكلة عندنا باللاعب السعودي ولا ما وصل للمرحلة هاي؟ والله شوف، أي خاصة الشيشة يعني، أي شيء في يؤثر على صحة اللاعب أو حتى صحتك كبني آدم أكيد إنه مؤثر. تكلم عن سهر، تكلم أحيانا عن أكل، فما بالك في إذا كان يعني تدخين أو كان شيشة. أنت تتكلم عن أحيانا الأكل الغير صحي اللي ممكن يأثر على اللاعب في زيادة وزن أو حتى في عدم إعطاء طاقة معينة يقدر اللاعب من خلالها يؤدي بشكل جيد داخل الملعب. ترى هذه الفوارق اللي بيننا وبين اللاعب الأجنبي. تحدثت عن مشكلة التدخين، مشكلة معسلات، هذا شكل. السؤال اللي أطرحه وسبب عرض هذا المقطع، أولا هل أنت كمدرب للمنتخب ومدرب لنادي مكلف بالدخول بمثل هذه التفاصيل تجاه اللاعبين؟ هذا واحد. إذا كان الأمر كذلك، كيف تتعامل مع مثل هذه النتائج اللي تطرأ عليك وقد تؤثر سلبا على نتائج فريقك أو نتائج منتخبك؟ والله شوف، خلنا نقول المدير الفني الناجح هو اللي يهتم في جميع التفاصيل، حتى التفاصيل اللي تخص اللاعب في سلوكياته بشكل عام، لأن أي شيء حيأثر على اللاعب خارج الملعب حيكون نتاجه داخل الملعب، وهذا الشيء دائما أكده بالنسبة للعيبة. اللي تسويه داخل الملعب هو حصاد ونتاج ما هو خارج الملعب. وهذه المشكلة ترى يعني مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، يعني إلى اللعيبة الآن مش راضين يستوعبونها، نتكلم كثير فيها ونوجه فيها ولكن لا يمكن يستوعبها اللاعب. كيف يستوعبها؟ من خلال أرقام اللاعب. الفرق بين اللاعب السعودي واللاعب الأوروبي في عملية معدلات الجري، إيش الفرق بينهم؟ اللاعب الأوروبي يجري يصل إلى 15 كيلو في المباراة، اللاعب السعودي ترى ما يقدر يتعدى 8 كيلو. فهذه الأمور اللاعب السعودي مش قادر يستوعبها، يعني ما أخذها بهوى وما أخذها بتسلية، ولكنها مؤثرة بشكل كبير. احنا نتكلم عن سواء كانت السلوكيات الخاطئة هذه أو حتى في موضوع الأكل، وإحنا بالنسبة لنا مشكلتنا الكبيرة مع اللعيبة في موضوع السهر والأكل، الأكل الصحي. فالفترة الماضية نتكلم عن منتخبنا الأولمبي، هذا ما كان عندنا مسؤول تغذية كان حريص على كل صغيرة وكبيرة في عملية الغذاء ونوعيته وجودته. لذلك لما كانوا يقولون لما احنا نأكد على المعسكرات على الأقل المتوسطة لنجاح المنتخبات، الكل كان ينتقد انه لا لازم معسكر قصير. انا احتاج اقل شيء اسبوعين عشان انظم للاعب نومه واكله قبل ما ابدا حتى فنيا معه. طيب هذا جميل، هذا كله كلام، بس ليش ما حطيت لي اخصائي نفسي، اخصائي اجتماعي ايضا حتى يعالج مثل هذه الحالات السلبيه اللي هي تخرج ليست فقط من دائره الاكل والشرب، لا في اطار اخر يحتاج تواصل ايضا. ومهم جدا وصول عندكم ما في ضمن فريقك ما ذكرت؟ لا ما عندي والله. لا ما عندي، ولكن أنا على تواصل مع بعض الأشخاص. ليش؟ لأن أنا أخذت خبرة من أحد المحاضرين لأمانة في فترة تدريب لشباب النصر. جانا محاضر من الكويت وتكلم عن الناحية المعنوية والنفسية وكيفية العمل فيها. طبعا أنا قلت له خلنا أجيب لك اللعيبة وتسوي لهم المحاضرة دي. قال اللعيبة أنا بجلس معهم محاضرة ساعتين ثلاث ساعات وبمشي، انت اللي حتقعد مع اللعيبه طول الفتره هذه، انا حسوي لك الدوره لك انت، وحتاخذ وتصير انت من خلال ما تعلمته تستطيع تتعامل مع اللاعب من الناحيه النفسيه، من ناحيه اللاعب اذا عنده مشاكل حتعرف، اللاعب اذا في مباريات حاسمه حتعرف كيف تتعامل معه. لذلك انا اتكلم عن نفسي، اخذت دورات تختص في علم النفس الرياضي وساعدتني كثير في التعامل مع اللعيبه في جميع الحالات. فلذلك مهم جدا على المدرب أيضا أن يوصل للمرحلة هذه.